تحية محبة سلام لجميع المشاهدين متابعي قناة الخرطوم على امتداد هذا الوطن الحبيب. نحييكم تحية باللون الأحمر وباللون الأصفر وتمنيات بانتصار غالي ومستحق لفريق المريخ السوداني الذي يواجه فريق الإنباء النيجيري، وكمان تمنيات لكل شعب الهلال أن يحقق النصر خارج الديار. وهذه المباراة وهذه الفترة المفتوحة يمكن برعاية كريمة وكبيرة من عدد من البنوك والشركات العامة ومشاعر يمكن الراعي الماسي الراعي الذهبي معنا الآن. نعم لا نذكر بكل الرعاة. نعم. الراعي الماسي الخندقاوي والراعي الذهبي مصرف المزارع والراعي الفضي هايس كاب، والآن معنا الراعي الذهبي مصرف المزارع التجاري ماضي عريق ومستقبل مشرق، ولا بد إنه نحيي كل القائمين على أمر مصرف المزارع التجاري، وهم بيقدموا أدوار حقيقية وأدوار مهمة جدا في خدمة المجتمع من باب المسؤولية الاجتماعية يا حسن. صحيح. وعندهم كثير من الخدمات المقدمة طبعا للعملاء في مجالات مختلفة، واليوم هم حضور مشرف جدا من خلال الرعاية الكريمة الراعي الذهبي مصرف المزارع التجاري. سعداء جدا أن يكون ضيفنا عبر هذه المساحة الدكتور نادر عيسى شريف، وهو نائب مدير إدارة الاستثمار بمصرف المزارع التجاري. أهلا ومرحبتين حبابك دكتور، وصباح المريخ وصباح العافية عليك يا رب. مرحب مرحب بكم، مرحب بقناة الخرطوم، ونحن يعني نشعر بالفخر والإعزاز أن نشارك في هذا اليوم ونكون من رعاة هذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله النصر للمريخ في هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك دكتور نادر، وبنك المزارع ومصرف المزارع ظل حاضر في كل المبادرات اللي بتخدم الإنسان السوداني من باب المسؤولية الاجتماعية، ظل حاضرا ومقدم يمكن أيادي البيضاء لكل الناس. هذه رعاية كريمة. نتكلم عن إدارة كبيرة جدا في هذا البنك، إدارة الاستثمار، نتعرف عليها. نعم، إدارة الاستثمار بالمصرف هي الإدارة المنوط بها استخدام كل الموارد المالية الموجودة في المصرف بطبيعتها المختلفة. هناك عدد كبير من الموارد بيتم استخدامها عن طريق إدارة الاستثمار. جزء كبير من العمل بتاع المسؤولية المجتمعية والاجتماعية بيتم بواسطة التمويل المصرفي، فبيتم بتخصيص جزء من التمويل لقطاعات مجتمعية واجتماعية في النهاية بتدي خدمات لكل القطاعات الاجتماعية في السودان. نعم. فإدارة الاستثمار عندها مهمة كبيرة جدا في المصرف في استخدام أموال المصرف في التمويل للقطاعات المختلفة وتحقيق أهداف المصرف بصفة عامة. نعم. جميل. الآن شريحة مهمة جدا وكبيرة، الشباب والرياضة، وقطاع الشباب قطاع كبير جدا على مستوى السودان. نعم. مش على مستوى ولاية الخرطوم، فكيف الدور الكبير اللي بتقدموه لقطاع الشباب من خلال مصرف المزارع التجاري، الخدمة المقدمة له؟ مصرف المزارع التجاري بيهتم بقطاع الشباب اهتمام كبير جدا. بيظهر اهتمامنا بقطاع الشباب في تخصيص وحدات للتمويل خاصة بالشباب، منها وحدة تمويل الخريجين. نعم. ودي مخصصة لتمويل الخريجين، نحن بنك رائد فيها، بيساهم فيها عدد كبير من البنوك بريادة مصرف المزارع التجاري، ودي بتقدم التمويل لقطاعات الخريجين الغير مستوعبين في الوظائف. وعندنا برضو التمويل الأصغر، برضو بنخصص جزء كبير منه للشباب في إنشاء وخلق وبناء مشروعات مدرة للدخل لتحسين أوضاع الشباب وتحسين دخلهم، تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية. بالإضافة لكده عندنا مشروع كبير هو مشروع ريادة أعمال زراعية، مشروع تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية. نحن من يمكن نكون أكبر بنك مساهم فيه، ده بيختص بتمويل المشروعات الزراعية بالمشاركة مع بنك التنمية الأفريقي وبنك السودان المركزي ومشروع تمكين الشباب ووكالات أخرى. نحن يعني عندنا جزء كبير من التمويل بنخصصه للشباب لقطاعات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني المختلفة.
فده مشروع مخصص للشباب يعني. مشروع جميل. كبير. وفيه دور كبير جدا يمكن ومتعظمة يعني تجاه الشباب وخدمات قدم المصرف لحلحلة قضايا الشباب، ودائما الشباب يتخرج من الجامعة بيكون التلاحقات هذا الوظيفة ما الوظيفة محتاج له لمشروع يعني. أنا قال لي يعني يسد باب الأسئلة يا مشاعر. طيب دكتور نادر شريف، نادر عيسى الشريف، ناخذ خلفية وتعريف كده عن مصرف المزارع صاحب التاريخ الكبير جدا. مصرف المزارع التجاري زي ما بقول شعارنا هو المصرف ذو الماضي العريق والغد المشرق إن شاء الله. الماضي العريق طبعا بينبع من البنك التجاري السوداني اللي تأسس سنة 60 كأول بنك تجاري في السودان. ومرورا ببنك المزارع للاستثمار والتنمية الريفية اللي تأسس سنة 1992 حتى 1998 اندمجوا البنكين وكونوا مصرف المزارع التجاري. فده بيحكي لنا عن الماضي العريق لمصرف المزارع التجاري في القطاع المصرفي. الغد المشرق إن شاء الله هو بناء على استراتيجيات البنك، بيضع استراتيجية قوية جدا عندها رؤية واضحة ومحددة وعندها رسالة لتحقيق كل الأهداف وتحقيق الرؤية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف. بناء على هذه الاستراتيجية إن شاء الله نحن يعني الاستراتيجية السابقة حققت كل الأهداف المطلوبة بنسب عالية جدا، ونحن الآن بصدد استراتيجية جديدة برضو بتحقق لنا نفس الغرض إن شاء الله الغد يكون مشرق لمصرف المزارع التجاري، وبكل ثقة بواسطة محاور الاستراتيجية التي تم إعدادها. نعم دكتور نادر، يعني ربطت ما بين الماضي العريق وما بين المستقبل أو الغد المشرق في مصرف المزارع التجاري. لابد أنه لما الواحد يكون عايز يقدم خدمة أو دائري يدعم أو حتى يقدم إعلانات بيكون عارف الهدف من وراء الإعلان. بيكون العائد للبنك أو للمصرف. الآن واحدة من المباريات المهمة جدا المريخ ونمبا النيجيري، اليوم الأنظار كلها تتجه صوب استاد الهلال، السودان كله الآن حاضر. وأيضا من خلال الحضور ده مصرف المزارع التجاري الراعي الذهبي. فدارين نتكلم يعني عن دوركم المهم في دعم الرياضة في السودان وخصوصية هذه المباراة ما بين المريخ ونمبا النيجيري. نعم، اهتمامنا طبعا نحن بالرياضة اهتمام متواصل، واحدة منه هي الرعاية لهذا اليوم وهذا البرنامج وهذه المباراة. دي واحدة من اهتماماتنا بقطاع الرياضة. غير كده نحن عندنا في مشروعات اللي تكلمنا عنها سابقا، مشروعات البعد الاجتماعي او المسؤولية المجتمعية، نحن يعني ساهمنا وقدمنا تمويل كبير جدا لمدينة السودان الرياضية. نحن من الناس المساهمين فيها كواحدة من اهتماماتنا بقطاع الرياضة. بالإضافة لكده نحن ساهمنا برضو في عدد من الاستادات، استاد العلفون، استاد جبل أولياء. عندنا اهتمامات كبيرة جدا برعاية الفرق والمشاركة في ريادة برضو عدد من الأندية، وعندنا تكريم بيتم في حالة تحقيق الفوز وتحقيق الكاسات بالنسبة للأندية السودانية، تم وتكريم اللاعبين يعني المميزين. فعندنا يعني الرياضة دي واحدة من اهتماماتنا يعني. المصرف بالخير على المباراة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. برضو التحولات الإلكترونية، البنك ظل حاضر ومتطور جدا إلكترونيا، أيضا في عدد من الخدمات ظهرت في الفترات الفائتة، وفي الفترة الحالية خدمة ناس البيت. أول حاجة الاسم جميل جدا. أنا بحييكم على الإعلان حلو. خدمة ناس البيت. كلمنا عن هذه الخدمة. خدمة ناس البيت طبعا العالم كله بيتجه للخدمات الإلكترونية، وبقت طبعا الوسائل الاتصال بالموبايل والوسائل الأخرى منتشرة جدا، والعمل بقى إلكتروني وعن طريق الإنترنت. فبقى نحن اهتمامنا بالخدمات الإلكترونية كبير جدا، حتى أنه نحن خصصنا إدارة مختصة بالخدمات الإلكترونية الحديثة. من ضمن الخدمات عندنا الخدمة الكبيرة اللي دشناها نحن، وهي يمكن كانت موجودة لكن تم تطويرها بصورة كبيرة جدا، يعني بالاستفادة من كل التطورات التمت والتحديثات التمت للخدمات الإلكترونية في العالم، نحن دخلناها في خدمة ناس البيت وراعينا فيها كل الملاحظات آراء الجمهور، حتى أنه نحن نحقق بها أفضل ما يمكن من خدمات يعني إلكترونية. فخدمة ناس البيت خدمة حديثة بتخدم كل الأشياء اللي بيحتاج لها الفرد في البيت، خاصة في ظل جائحة كورونا الآن الكهرباء وتفاصيلها كلها. طلبات كثيرة لحاجات يعني. نعم طبعا هي فيها كل الدفعيات، انت في من البيت من موبايلك ممكن تحول من حساب لحساب، من بطاقتك انت البطاقة المصرفية لبطاقة أخرى، ممكن تشتري الكهرباء، ممكن رصيد التلفون ليك انت ولأي زول بتعرف. بس كيف تكون عندك أصلا التغذية؟
فبنقدم كثير جدا من خدمات سداد رسوم التعليم العالي، خدمات رسوم المواني البحريه، خدمات مختلف خدمات الرسوم الحكوميه. جميل. ويعني يمكن يكون معظم او كل شامل، خدمه شامله، وزي ما قلت لك نحن استفدنا من كل الملاحظات على الخدمات السابقه. نعم. وعالجنا كل الملاحظات ذاتها، واذا كان في سلبيات ظهرت في الخدمات السابقه نحن عالجناها في هذه الخدمه حتى انها تكون بصوره مثاليه وتخدم اكبر قطاع من السكان. طيب الكترونيا التطبيق سهل جدا، لانه نحن في ناس البدل عندنا الام بتستخدم والالاب بكل تاكيد، والناس اللي بيكونوا شويه بعيدين من التكنولوجيا يعني. دي واحده من التحديثات اللي احنا كنا تكلمنا عنها، انه التحديث بتاعنا التطبيق يكون سهل، التعامل معه يكون سهل جدا لاي زول ممكن بكل سهوله. يعني يمكن نحن في الاوراق البروشورات والاوراق الدعائيه وكذا واضح جدا انها خطوات بسيطه جدا ممكن تدخلك في التطبيق وتسهل عمليه التعامل والاستفاده من الخدمات الموجوده فيه، فعمليه مبسطه جدا سهله، وان شاء الله اي زول ممكن يستوعبها بكل سهوله. نعم. ان شاء الله. اكيد المصارف معروف انها دائما بتقدم الدعم والسند والمساهمه لكثير من المجالات، اذا في مجال التعليم او الصحه او الرياضه او الاشياء الاجتماعيه، معروف لكم بانكم دائما بتقدموا يد العون ودائما اياديكم ممدوده للخير. ان شاء الله موفقين، وان شاء الله تكونوا من نجوم هذا اليوم على هذه المباراه المهمه جدا. شكرا لك دكتور نادر عيسى الشريف، وأنت نائب مدير إدارة الاستثمار بمصرف المزارع التجاري اللي هو ماضي عريق وغدًا مشرب. شكرا لكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم، إن شاء الله نتمنى التوفيق لفريق المريخ في هذا اليوم، وإن شاء الله مصرف المزارع التجاري سيواصل يعني دعمه لمجال الرياضة عامة ولكل المبادرات الرياضية إن شاء الله حتى نسمو بالسودان إن شاء الله لأعلى المراتب. نعم. شكرا جزيلا دكتور نادر عيسى الشريف، نائب مدير إدارة الاستثمار بمصرف المزارع التجاري، على كل هذه المعلومات. إن شاء الله تكون حاضر معنا بكل تأكيد في فترات قادمات، ودعما لكل مسيرة الشباب والرياضة. الشباب دي الأهم، حد يركز عليهم طبعا. إن شاء الله خصصنا لهم حاجات مخصوصة للشباب يعني من ضمن برامج، وفي حتى في استراتيجيتنا اللي تكلمت عنها جزء كبير منها مخصص للشباب. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. حسن، يعني كثير من النجوم اللي مروا على المريخ وقدموا كثير للمريخ خدمات، وأيضا قدموا للمريخ من خلال وجودهم كمدربين وكباتين، وأيضا لما كانوا هم لاعبين. إبراهيم معروف لكل الناس، صحيح. إبراهيم حسين، وهو لاعب معروف وكابتن معروف ومدرب معروف، ودائما الشخص المعرف يا حسن لا يعرف. نعم. نحن عندنا محطة معه. نذهب لإبراهيم اللاعب لكن الكوتش، وبكل تأكيد تاريخ كبير جدا إبراهيم.